اسمح لي اخد اخر رد لحضرتك او اخر اجابه لحضرتك الاستاذ تيمور دويدار. استاذ تيمور، يعني حسب حديثنا مع استاذ عماد الدين حسين هناك اكثر من وجهه نظر. هناك وجهه نظر تقول انه بحسابات المكسب والخساره ربما يسمح الغرب لأوكرانيا بالتخلي عن دونباس والخروج بأقل خسائر ممكنة، وهناك وجهة نظر أخرى تقول أنه الغرب لن يسمح لروسيا بالتمدد أكثر فأكثر، وأنه يعني هناك هدف آخر بشل الاقتصاد الروسي. سيدتي، يعني أريد أن أوضح شيء بخصوص الغاز. هذه شرايين الحياة بالنسبة لأوروبا، البترول والغاز الروسي والفحم، وألمانيا بالتحديد تشتري الغاز بتعاقد، إنما الباقي يشتري على السبوت. السبوتات دلوقتي عالية للغاية، وروسيا مش هتبطل توريد علشان موضوع ثقة المورد والمستهلك يعني بين الطرفين. بخصوص دنباس، نعم روسيا هتحرر دنباس، أو ما يسمى هتحرر دنباس بطلب من الجمهوريتين لوغانسك ودنيتسك، بحيث ياخدوا حدودهم في المحافظتين الأوكرانيتين، ودي بالطبع دي أرض أوكرانية. ربما سوف يتم معالجة الأمر ما بعد تغيير نظام الحكم في كييف، وربما يعني حينضموا البعض الثاني، الله أعلم. بخصوص أن روسيا زي ما حضرتك أشارتي، روسيا ما بتستخدمش كلمة حرب، إنما عملية عسكرية لتفادي تلك أو لمساعدة الشركاء في الغرب بعدم فرض تلك العقوبات التي هم كانوا يروجون لها، العقوبات الأم أو المميتة الكارثية، لأن ذلك قد يؤدي إلى ما ذكرته، فناء العالم ربما، لأن روسيا لن غير مستعدة لشن أي حروب اقتصادية ضد أكبر قوة اقتصادية مجتمعة في العالم، إنما على استعداد أن هي تستخدم كحل أخير القوة العسكرية. فبالتالي نحن أكرر، إحنا نعيش في تحدي. الرئيس الروسي تحدى الغرب بأكمله والدول الصناعية الكبرى السبعة، فإن كما ذكرت الزميلة، إن لم تصغى واشنطن إلى مطالب روسيا، قد تعرض العالم كله إلى مشكلة أكبر كثيرا من مشكلة الغذاء، إنما مشكلة الحياة. وبالنسبة لروسيا، أوكرانيا منطقة حيوية، نفس اللغة، نفس التراث، نفس التاريخ، لكن تغيير العقيدة وحتى اللغة وفرض كل ما هو سلبي على الروس اثنيا. طيب استاذ تيمور، في تصريحات للرئيس الامريكي جو بايدن بيقول ان امريكا وحلفائها سيردون بشكل حاسم في ذلك الوقت ايضا، او بالتزامن مع تحركات وفقا للجيش الاوكراني لعتاد عسكرية من شبه جزيرة القرم. شايف التحركات دي ازاي؟ افدنا بشبه جزيرة، انت ذكرت شبه جزيرة القرم، افلتت من تحركات روسية من شبه جزيرة القرم، هذا ما تقصده ام ماذا؟ نعم، من شبه جزيرة القرم هناك، يعني وفقا للجيش الاوكراني روسيا تحرك عتادا عسكرية من شبه جزيرة القرم. ربما فهي تحرك من الشمال، والقرم هذا من الجنوب الأوكراني. ربما، يعني أنا لست متابع التحركات أثناء الحديث معكم، لكن كله وارد. ربما سوف يتم تنفيذ إقامة ممر من روسيا عبر دونباس، ماريوبول، بيرديانسك، أوديسا إلى مولدوفا. هناك أيضا قوات روسية موجودة في مولدوفا، بالتالي فتح ممر إلى شبه جزيرة القرم، وإمداد شبه جزيرة القرم بالمياه من نهر دنيبر. يعني هذا لا يعني توسع في العملية العسكرية؟ لا، هذا يعني صراحة التوسع. هذا يعني توسع، لكن لن يعترض الغرب على ذلك،
لأن لن يكون هناك أي سفك للدماء. نعم، الأستاذ تيمور ديودار مستشار قطاع الأعمال والعلاقات الدولية من روسيا، كنت معنا هاتفيا، شكرا لك يا فندم.